مشاهدينا تحية للجميع. مشاهدي قناة شوف تيفي، فنتواجدوا بسوق الزيتون لقلعة السراغنة، هذه المنطقة اللي معروفة بالزيتون ومشتقات الزيتون وزيت الزيتون. مشاهدي قناة شوف تيفي، اليوم الزيتون وصل 17 ديال الدرهم لأول مرة، كيوصل 17 درهم. فمشاهدينا الزيت وصل 75 ديال الدرهم، حتى هو ربما لأول مرة كيوصل 75 درهم. فمشاهدينا كنتواجدوا بسوق الزيتون، كنتواجدوا عند واحد السيد اللي كيدير مشتقات الزيتون بطريقة طبيعية. طبعا مشاهدينا وغنخليه يشرح لنا على مشتقات الزيتون بطريقة طبيعية، ونشوفوا كذلك الجودة ديال زيت الزيتون والثمن اللي وصل ليه هاد السنة هذه. طبعا والزيتون اللي وصل 17 ديال الدرهم لأول مرة، بالنسبة للزيتون ديال الطرقاد كما تسميوه. سي هشام، هذه شنو هي؟ مرحبا، هذه السلام عليكم. لاتي قول لي هذه باش تخليني تنى شحال، شنو هي هذه؟ مرحبا، هذه تزبيبين. هذه بيوم بالملحه، هذه بيوم بالملحه كاينه هذه. واخا نخليوك سي هشام، تفضل معنا، اجي معايا. تفضل معايا سي هشام، انت مباشر على قناه شوف تيفي. حكينا كنتواجدوا بالسوق ديال الزيتون، وانت معروف عليك تدير الزيتون بيو، الزيتون الطبيعي، مشتقات الزيتون الطبيعيه. طبعا اليوم كنشوفوا الزيتون لاول مره يوصل يعني 17 ديال الدرهم بالسوق، والزيت وصل 75 درهم. احكي لنا على الثمن ديال الزيتون، شنو هو الزيتون اللي وصل 17 درهم اليوم؟ مرحبا بعدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومعكم هشام بن المعلم الملقب بود المنسدي، بيع جميع المشتقات ديال الزيتون، حاجه طبيعيه وحاجه مزيانه وما كاين ما يتخطى ان شاء الله على بركه الله. بسم الله، باش نبداو الاخ سعيد. تفضل معنا، غنبداو بالزيتون. الزيتون هو الاول ديال الاخوان كما نقولوا، هذه تزبيبينت، هذه تزبيبينت يوضح باش يعرفوا الاخوان. هذه اللي بغى الزيتون طبيعي كنشدوها وكن تغسل هذا الزيتون، مازال غادي يتغسل وتخدموا في اللاطه ديالك طبيعيه، ولا في البيدو ولا في البيدوزه بالماء بالملحه. هذا كدير مثلا كيلو ونص ولا جوج كيلو هي الاولى، كترشها بواحد شوي ديال الملحه، يعني الملحه هذا طبيعي بالملحه، ما فيهش بلاص. وانا غادي نجبد لك الملحه باش كتخدم الزيتون الطبيعي. اذا مشاهدينا، فهاد النوع هذا ديال المشتقات ديال الزيتون اللي هو تسميوه تزبيبينت، هنا بهاد المنطقه هذه الملحه الاخوان، هذه الملحه كتخدم طبيعيه مع الزيتون بحال هذا. راه حنا راه بغينا نخدموه لواحد السيد نيت عنده ضمور، صافي كديروا في اللاطه الاخوان، اللاطه ديال 30 مثلا، هاد ال 20 نديروا لاطه ديال 30، نديروا في هذيك 20 كيلو ونململوها، نخلوها في الشمس تكركب مزيان. نعطيكم المده ديالها الاخوان، هذه يعطيها 25 يوم حتى 20 يوم تكون جاهزه على حسب المذاق الاخوان. كينزل داك المرجان ديالها، ملي كينزل داك المرجان ديالها هذاك هو الحروره اللي كتخرج. نجيبوا الاخوان نفتحوا اللاطه، غادي نجيبوا الزيتون نجيبوه احمر، كيولي احمر هذه الزيتونه كتولي حمراء. كنشدوها كنجبدوها على حسب المذاق، جاتنا مزيانه كنحيدوا داك الزيتون، نجبدوه من اللاطه، نشروها الاخوان بواحد السطاح ولا شي زيت نقي في الشمس، نعطيه واحد 12 ساعه ولا 14 ساعه ديال الشمس، كيرجع ليه الكولور الاخوان كما شفتوا. هذا يعني هذا بالنسبه للزيتون اللي تزبيبينت، اللي هو زيتون المكمشه اسود طبيعي. طبيعي. يعني هذا زيتون حتى هو، هذا زيتون، هذا هو كحل الاخوان، ولكن هذا الاغلبيه هذا اللي وصل له 17 درهم. هذا كاين دابا 16 درهم، بين 17 درهم و 16 درهم. هذا نعم. الصودا، هذا الاغلبيه الاخوان كيمشي للصودا، يمشي للبرميل. بالنسبه للاخوان اللي بيضوا ماشي راه يطيبوا، ولكن غادي ياخذ واحد المده على هاد التزبيبينت. مثلا هذاك عطينا 20 يوم ولا 25 يوم، هذا نقدروا نعطيه حتى شهرين 50 يوم. هذا وتا هو كيطيب نفس الطريقه، يعني ما بين 50 يوم 60 يوم، 50 يوم 60 يوم كيتكركب حتى هو، كيتكركب. نعطيو ديك الملحه ديالو، القياس ديال الملحه الاخوان، يتكركب في الشمس حتى كيطلق داك المرجان ديالو، نعاودو نشوفو الحروره ديالو واش تلقات مزيان ما تلقاش، ندوقو الزيتونه، نحيدو داك المرجان، نخليوه يتكركب حتى يطلق مرجان اخر ثاني ان شاء الله. ديما المرجان هو اللي كيخرج الحروره ديال الزيتون. وهاد المرجان الاخوان ما تفرطوش به الاخوان، واخا سير سير سي هشام، هذاك جمعوه
سير الشام نرجعوا هنا لهذا المفرشخ او هذا زيتون هذا كنقول المشقوق ولا المفرشخ المشقوق بالنسبه لكاين اللي كيقول لي المفرشخ كاين اللي كيقول لي قله المنتوج الاخوان هذا الشيء هذا عمرته البارح لان ما كاينه السلعه قليله السلعه قليله هذا كيعمر بالماء والملحه ديما الزيتونه تكون فوق الماء الماء والملح الماء والملح الاخوان باش نمشيو طريقه تقليديه طبيعيه ديما كنوصي الماء فوق الا كان الماء ما قيسوش راه غادي يخمج الاخوان راه غادي يخمج بالنسبه لهذا راه كنقولوا هذا هو المفرشخ هذا الاخوان كنسهلوا دابا عندي دوموند الاخوان اللي كيبغي معطل في جميع ربع المملكه كيوصيني عبر التليفون واتساب خلي لي الاخ هشام شي حاجه هذا مفرشخ ما معنى المفرشخ زيتون بيض كيتفرشخ كيقيسوا الشمس شويه واحد السيمانه ولا 10 ايام كنشدوا كنفرشخوا كنسهلوا الامور مثلا هذا الاخوان هضره ثلاثه تبديلات تاكلوا الزيتون طبيعي اللي كتبدلوا علما هذا الماء ديالو بلا ملح بلا والو كنبدل ليه التبديله الاولى يومين ثاني نبدل ليه التبديله نعطي ثاني واحد اليومين على حسب المذاق ثاني الاخوان كاين اللي كيبغي المروره تبقى شويه كاين اللي ما بغيهاش نزيدوا تبديله على حسب لوغو كاين اللي تيبغي شويه على حساب اللوغو ديالو مرحبا واخا سي هشام نرجعوا بك للزيت اللي اول مره زيت الزيتون كنشوفوه 75 درهم احكي لنا على الثمن ديال الزيت اللي وصل ليه اليوم اول خطره غادي نحكي لكم الامور الاخوان راه الامور واضحه قله المنتوج قله التساقطات كاين الناس مالين الساقيه ما عندهمش الاخوان حنا عندنا كثره الزيتون الحمد لله ولله الحمد في هذه الشجره المباركه كاين الناس اللي ما عندوش حبه ما عندوش الزيتون ما عندوش الماء الله غاتنا في هذه الايام كيكون دابا السلعه ارتفع الثمن ديالها لان القله ديال المنتوج وبالنسبه هاد الثمن اللي عندنا الاخوان راه المنطقه معروفه بالجوده ماشي نفتخروا ككوننا حنا ولاد المنطقه ولا سميتو هادشي بشهاده الجميع كيكون السلعه ديال البلاد كتكون عاطيه هاد السلعه ديال البلاد ديالنا كتبدا من 18 لتر حتى حاليا دابا كاينه حتى 24 لتر في القنطار القنطر والثمن الاخوان الثمن خيالي انا الثمن انا واحد 12 عام ما بقيتش عشت هاد الثمن وهاد الثمن ما عمري شفتو انا حدي خدمت انا بالزيتون ب 11 درهم وصل 11 درهم وصل 12 درهم بالنسبه للكحله كانت 14 درهم 13 دابا قله المنتوج راه طالعه دابا 16 و17 درهم الله يرحم فينا وهذا الشيء راه جابوا الوقت داكشي ديال الله وكنتمنوا ان شاء الله عام اخر لقينا في الحياه هاد الثمن راه بالسيف علينا باش لا اله الا الله. اذا تحيه لك السي هشام تحيه للمشاهدي قناه شوف تيفي فمشاهدينا حاولنا من خلال هذا البث المباشر نقربكم من الزيتون ديال قلعه السراغنه الزيتون اللي معروف قلعه السراغنه ومشتقات الزيتون فالطريقه ديال تحضير مشتقات الزيتون الطبيعيه طبعا مشاهدي قناه شوف تيفي والثمن اللي وصل ليه هذه السنه هذه الزيتون لاول مره تيوصل 17 درهم بالسوق ديال الزيتون طبعا مشاهدينا الزيت وصل 75 درهم هنا بقلعه السراغنه فتزامنا مع كما كنعرفوا سنتين ديال الجفاف قلت الماء فقلت المنتوج ديال هذه السنه اللي كان المنتوج ضعيف شيئا ما هو اللي خلال الثمن يرتفع ويوصل ل 17 ديال الدرهم مشاهدي قناه شوف تيفي الكيلو وكذلك زيت الزيتون اللي وصل 75 درهم فنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرحمنا بامطار الخير ونشوفوا سنه افضل من هذه ان شاء الله ونشوفوا خيرات اكثر من هذه كما تعودنا نشوفوا ان الزيتون ب 7 دراهم 8 دراهم 6 دراهم هذه السنه هذه شفنا وصل 17 درهم فنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرحم فينا ونلقاكم مشاهدي قناه شوف تيفي ان شاء الله في مباشر اخر في موضوع اخر وكنشكروا السي هشام اللي معروف بتحضير مشتقات الزيتون الطبيعيه هنا بسوق قلعه السراغنه شكرا لك السي هشام مرحبا مرحبا بمشاهدينا الكرام وتحيه للجميع كنتمنى والله يرحم فينا والله يعطينا شي عام اخر ان شاء الله لبقينا في الحياه ان شاء الله غادي يكون المنتوج ويكون الثمن بسيط وتحيه مره اخرى للمشاهدين شوف تي في تحية لجميع الإخوان وشكرا صديق ديالنا المراسل ديال شو تي في صديق عزيز بينا وتحياتي للجميع تحية سي هشام فنلقاكم مشاهدي قناة شو تي في إن شاء الله كما قلت في مباشر آخر في موضوع آخر إلى اللقاء